صباح الورد والفل والياسمين، يوم سعيد مشاهدينا الكرام. نطل عليكم بهذه إطلالة لكي نقول لكم وحشتونا، اشتقنا لكم كثير من صباح اليمن اليوم. صباح الخير لوطني الحبيب ولكل متابعي قناة اليمن اليوم. من نفس الصباح وبصاب له المدي، جل من نفس الصباح وبصاب له المديد، ألهمكم بالنياح يشتي النزح البعيد، ألهمكم بالنياح يشتي النزح البعيد، سفك فضل أوصاح سفك فضل أوصاح، وتخدر على الجريد وتخطر على الجريد، لو كان لي جناح طرت بثلو عدلي، بلبلي بلبلي بالي لبل. سطر وصاح وتخطر على الجريد، وانت وحامل السلاح ما معك تحمل الحديد، احذر الاعين الصحاح احذر الاعين الصحاح، ما على فعلها مزيد ما على فعلها مزيد، قتلتني بلا سلاح ودعتني لها شهيد، قتلتني بلا سلاح ودعتني لها شهيد. قتلتني بلا سلاح قتلتني بلا سلاح، ودعتني لها شهيد ودعتني لها شهيد، ربت القرد والوشاح ربت القرد والوشاح، ولم الحال البديد ربت القرد والوشاح، ولم الحال البديد، ما أقول في الغرام طاح يطول العمر أو يزيد، ما أقول في الغرام طاح يطول العمر أو يزيد. وعلى
سعيد سر على الخير والفلاح وعلى الطائر السعيد. سر على الخير والروى وعلى الطائر السعيد وإذا فزت في الروح وتمشيت في زبيد قل ما جدولة الوشاح قل ما جدولة الوشاح قد تحملت من عميد قد تحملت من عميد. السلام السلام صفاح السلام السلام صفاح السلام السلام صفاح ربما أنها تفيد ربما أنها تفيد. والصلاة مش كفاح تبلغ الهاشم المجيد تبلغ الهاشم لدني العيدان يلي لجداني لدني العيدان يلي لجداني لدني جدانتان يا ليل جداني يا ليل داني دان نوب من يبحب فرج من بعد ما طابت مياني برب السماء سبحان بان بدي رزقت امتك يا السامع المبدا عسى بتغفر الزلات اللي عندي فرضين وديب نوب من يبحب فرق من بعد ما طابت مياني برب السماء سبحان بان بدي رزقت أمتك يا السامع المبدا عسى بتغفر الزلات اللي عندي فرضين وديب نوب من يبحب فرق من بعد ما طابت مياني أساس النكر والجبر من كلمة وكلمة رافي جيت كسر الهمة غدر بعد ذاك العهد وذمة وين عهدي فيه نوب من يبحب فرق من بعد ما طابت مياني أساس النكر والجبر من
كلمة وكلمة ترافي جيت كسر الهمة غادر بعد ذاك العهد وذنب وين عهدي فيه نوب من يبحب فرق من بعد ما طابت مياني مشاهدينا بدأنا صباحنا لهذا اليوم بهذه الألحان وكذلك الدان الحضرمي التي طربنا بها إن شاء الله هذا اليوم مشاهدينا الكرام بيكون حلقتنا حول الدان الحضرمي وبنطير في هذه الأجواء إن شاء الله معي الضيفين العزيزين في برنامج صباح اليمن اليوم الأستاذ الشاعر ونقول أيضا رئيس فرقة الدان الحضرمي رئيس فرقة الغناء للدان الحضرمي بتريم الأستاذ عيدروس العيدروس صباح الخير أستاذ عيدروس صباح النور أهلا وسهلا حياكم الله نعم وكذلك أرحب بالفنان الشاعر أيضا والعازف الأستاذ صالح كرامة بكر صباح الخير أستاذ نعم ما شاء الله أطربتنا بهذا الصوت وهذا الدندنة بهذا الصباح الجميل الله يحييك أبدأ معك أستاذ عيدروس الدان الحضرمي طبعا معروف تاريخه وعراقته وأنه من طبعا من أروع الألحان وكذلك اللون الغنائي اليمني بدأت أنت بفرقة التريم أو نقول فرقة الغناء للدان الحضرمي بالتريم أسستها تقريبا في 2003 الفكرة هنا لتأسيس الدان الحضرمي هل أتت من أنه كونك عازف أم لأنه هذا التراث زاخر وحبيت أنه تكون هنا فيه عملية توثيق وعملية أيضا تجميع لهذا التراث بسم الله الرحمن الرحيم بداية أحييكم وأقول لكم صباح الخير أشكركم على هذه الاستضافة قناة اليمن أشكر قناة اليمن والعاملين فيها وكما عهدناها دائما هي مهتمة ومتابعة للتراث اليمني بشكل عام صحيح والحضرمي بشكل خاص نشكركم على هذا الاهتمام على هذه اللفتة الكريمة بالنسبة للسؤال طبعا التأسيس ما كنت أنا من المؤسسين أنا كنت مجرد من أعضاء اسمه من المساعدين في التأسيس ولكن كان التأسيس مجموعة ترأسها كان الدكتور سعيد عوض بدبار رحمه الله رئيس الفرقة كمان كان فيها الشاعر المرحوم عبد القادر الكاف المعروف طبعا عبد القادر الكاف شاعر أغنية مشهور غني عن التعريف وكثير من الأخوة المهتمين والمحبين والعشاق لحد اللون التراثي والموروث الشعبي الفكرة كانت انه كانت موجودة هي عن تجمعات من المحبين لهذا اللون يقيمون جلسات سمرات اسبوعية ولكن جاءت فكرة لم هذا الشمل والكل المجموعة هذه كلها في إطار واحد يكون الجهد كامل وأظهار هذا اللون والاهتمام به والبحث عن المواهب سواء في مجال الشعر سواء في مجال الغناء وبدأت في 14 أبريل 2003 كان التأسيس والحمد لله تم التأسيس وانتخبت أول هيئة إدارية وتم الاعتراف بها من قبل وزارة الثقافة وبدأنا نشاطنا في الفترة تلك ووصلنا الحمد لله إلى مكان لا نقول هو طموحنا ولكن يعني بما يتناسب وظروف الفترة المرحلة السابقة وكانت النتيجة أن تصل أعضاء الفرقة إلى ما يقارب 120 عضو بين مغنيين وشعار و اسمه وملقنين هو في يسمون له ملقن يتلقى الكلام من الشاعر ويعطيه المغني هذا هو الملقن وفي الهواء وهكذا كانت الفكره والحمد لله نجحنا ان شاء الله نقول نحن نجحنا ان شاء الله ان شاء الله فكره الملقن طبعا هي تقريبا موجوده بس بالدان الحضرمي بالدان الحضرمي ايوه لانه انا اشوف الالوان الاخرى
زي اللحجي او الصنعاني او اليافعي او غيرها مش موجود فكره الملكن. هنا ليش هل لان المواويل طويله او ليش؟ بالضبط. مقومات جلسه الدان التقليديه تتكون من الاساس هو المغني والملقن وعدد من الشعار لا يقل عن اثنين شعار، لانها هي مساهجه يسمونها او مسامره حوار يعني بين الشعار يتناقشون في موضوع معين ويوصلون في النهايه الى حل باقناع. مثلا انا مع الموضوع هذا انت ضده، حوار عن طريق الشعر او في جوانب الاخرى. هي هو طبعا اجتماعي عالي، قضايا اجتماعيه مثل ما هو الشعر في كل المجالات، يعني له في اللون الغزلي المديح هكذا يعني. فتكون الجلسة التقليدية هكذا طبعا مع وجود عدة الشاهي الحضرمية المعروفة. أيوة. أنا السمر ولا أيوة. فكان واحد يتكفل بالشاهي واحد يجلس والهواء موجودين، لأن كما أسلفتي أنه مقاطع الدان أحيانا يصل إلى 7 مقاطع 8 مقاطع. فكان يتوجب وجود من يأخذ من الشاعر حتى لا يغفل شيء من ما يلقاه، فيكتب وبعدها يعطي المغني هذا البيت ويغنيه، وتبدأ الأغنية هي أساسا مثل ما بدأ الأخ صالح بالدندنة، وبعدين يدخل الشاعر ويعطي الملقن ويغني، وهكذا يستمر السمر هو جلسة الدان. ألوان الدان الحضرمي أو نقول هنا ألحانه، كم الألحان اللي موجودة في الدان الحضرمي؟ ألحان جمع، ألحان كثيرة، ممكن يعني صعب حصرها والبحث عنها وحتى توثيقها. وهذا هو من ضمن الجهود الآن اللي نحن قايمين عليها، بحث عن الألحان القديمة وإضافة ألحان جديدة. نحن عندنا الآن ما يقارب 25 لحن جديد. أيوة. الألحان القديمة يمكن أقول لك 80-120 لحن. طبعا ملحنين كثير معروفين على رأسهم سعيد مرزوق، هذا كان من أشهر الملحنين، حداد بن حسن الكاف عميد الدان هو شاعر وملحن أيضا، وكثير كثير يمكن ما يحضرني ذكرهم الآن. ولكن صعب أن تحصر كم عندك من الألحان. هذا بالنسبة للألحان. أما بالنسبة لأنواع الدان يعني من حيث مقاطعه أو تفعيلاته أو مقاطع البيت، المقطع يتكون مثل ما ذكرت أقله 3 أشطر ويصل إلى 8. أيوة. هكذا يعني عندنا يقول لك مثلوث مربوع مخموس. هذا أنواع الدان الثاني بالنسبة لل يقول لك الدان المعلوي والدان الحدري. نسبة إلى علو الوادي. أيوة. وانحداره، فهنا لون وهنا لون. وفي دان ساحلي اللي هي ينتمي للمناطق الساحلية، الشحر هناك، الديس، الحامي، الشرقية، مناطق الشرقية كل هذه، ويسمى الدان المشقاصي. في وله ألوان كثيرة يعني واسع يعني بحر يعني. هذا بالنسبة لأنواع الدان. فعلا الدان الحضرمي غني جدا. أستاذ صالح، الموال اللي أنت الآن أطربتنا فيه أكثر حاجة كان طبعا هو عبارة عن مديح. أيوة. نعم. وكذلك يعني الجانب هنا المناجاتي والديني فيه واضح. هي هذا الألوان اللي أنت تحببها وتفضلها؟ وإذا كان مثلا أنت تقوم بتأليف أو كتابة الشعر في هذا الجانب ولا لا؟ ارتيالي، أنا نقوم بالكلام شيء ارتيالي طبعا، ماشي كثير أنت تثيق اللبس في المكان في المقر. والمبدأ لازم نحن نبدأ بسم الله ونصلي على النبي، بعدين ندخل في الموضوع كما غزلي أو أي شيء من أنواع. طيب الألوان اللي أنت تأديها دائما هي ألوان الدينية ولا الغزلية، ولا يكون هناك في مطلوب أوقات معينة يكون في غزلي أو مديح؟ كما أسلفت يعني نبدأ بسم الله بعدين ندخل الغزلي أي شيء نوع ثاني. يعني ضروري تكون الافتتاحية في الغزلي، مدح الزواي مثلا، صاحب الزواي، كل شيء نمدح عليه. طيب أنت معهم في طبعا مؤسسين. هو مغني الدان الأول في الوادي كابل، مش اللي في تريم بس معروف.
طيب بالنسبة للألوان اللي أنت مثلا تحب تغني فيها، في لك لون معين ولا أنه في مثلا تصنيف للألوان أنه هذا اللون يناسب طبقة صوت معينة، يناسب منطقة معينة وأنت تأديها؟ طبعا على اسم المناطق، المناطق كل منطقة بصوتها يعني. أي في منطقة تحب صوت 8 أشتر، 6، 5، 4، 3، كل منطقة نأديها باللي تطلبه. نشعر ان رحنا مكلا، رحنا الشحر، كل منطقة أعطيها نمطها المعين. كل منطقة لها لونها. طيب ممكن تعطينا كذا لون أنت مثلا تحب أنه دائما تدندن فيه؟ نس يا محب بقطع معي في القلب حني في ذي الليالي ما معي سلوه ولا تهنيت لرقود عد الليالي بالدقايق ما درت ويش لي بيد نلا ذكرت محب دمعي صب دم فوق الخدود أنا مولع مبسوط ما هو مفتكر بيد إيه الفضيل اللي علي عادل هنا منقود يضحك بعقلي حسب الله سحر في عيونه خلق لي أنا على الصدق وهو دايم يماطلنا بالوعود. ما شاء الله عليك. طيب بالنسبة لهذا نقول اللحن بدون الآلات الموسيقية، كيف نجد أنه أدان الحضرمي الآن بدون آلات موسيقية، وهل أنت مع إدخال بعض الألحان على أدان الحضرمي؟ يعني نغني بموسيقى أنا؟ لا لا، المواويل اللي أنت بتغنيها. أيوة. في أدان الحضرمي بدون موسيقى. أيوة على كده. أيوة، ليش ما تكونش في مصاحبة لها موسيقى هنا؟ بعدين يبروفونها يروحون الموسيقى يقول نحن نغنيها على كده، يقول له دان. أيوة. خام يعني ما في أي آلة. طبعا عندنا الحين اللي غنيناها كلها قديمه، حق حداد وحق مستور وحق نحن بعدين نغنيها كذا. الحين لو شيء كلمات تناسبت مع الموسيقى يشلونها يقولونها اغنيه، مش مشكله. طيب في الان ملحنين يدخلوا الالحان الحديثه على الاغاني التراثيه، في سواء كانت الالوان الحضرميه او الصنعانيه، انت مع هذا التجدد في التراث ولا لا؟ ايوه انا ملحن، نلقي لحن عندنا. واحد بريك عبد الله هادي بريك يلحن الحان جديده. هي انت بتشوف اني ما بتاثرش بالتراث، بس الحان دان هي اصلا تكون بعدين اذا كان حب يعزفها ويبروفها ويلقي لها شغلات تضبط. حتى لو دخل آلة جديده عليها. ايش من آلة جديده؟ كماش آلات جديده يعني يبتكروا، تبدا بعود ويقاع اولا وآلة واحده موسيقيه بس، لما يرسخ بعدين يمكن اذا ضبط. أنت أستاذ عيدروس، أنت مع إدخال آلات موسيقية جديدة في الأدان الحضرمي وقد ربما تغير من اللحن المعتاد؟ هو الـ الاختلاف اللي بيكون هو رتابة الصوت، الصوت رتابة الإيقاع الدان
ايقاع الدان رتيب يعني، حتى يسمونه دان جمالي. أيوه. كيف جمالي؟ يعني ايقاعه على خطوات الجمل هكذا يعني. أيوه. مع المغني يكون فوق الجمل يغني، فرتابة الغناء وايقاعه يعني يصعب ادخال عليه اي من الالات الحديثة، ما عدا امكانية دخول العود، الايقاعات، الكمانات. طبعا المرحوم ابو بكر سالم الفقيه عليه رحمة الله دخل الدان يعني آلات جديدة، لكنها ما يعني ما عاد انه مثلا الاورج يدخل، لانه هذا كان مثلا الاشياء الثانية دي اللي هي ما اعرف اسمها يعني، صعب انها تكون توافق مع اللحن او مع الدان، لحن الدان بالذات. الالحان الجديدة طبعا هي مطورة ولكنها برضه تمشي على نفس النسق وعلى نفس منوال اللحن اللي هو الاساس، يكون لحن اختلاف اللحن لكنه في التزامه بالقواعد وايقاع الدان نفسه، وهذا التحديث ضروري منه، ولكن في حدود الايش الالتزام بالتقليد هكذا يعني، يعني ما يخلش بال ما يخلش بشيء هذا، صحيح بالنمط الاساسي للدان. ايوه. طيب استاذ صالح، هل بتجد انه الفنانين اللي غنوا خارج اليمن خدموا هنا الدان الحضرمي وانتشر على نقول هنا على ايديهم، او انه ما خدموش الدان الحضرمي؟ لا خدموه، اللي يديه بصح يكون خدموه، واللي يخلبوه ماشي مشكله يعني مشي. طيب كيف انت وجدت انتشار الدان او الاغنيه الحضرميه خارج اليمن؟ والله خارج اليمن الاغنيه الحضرميه كثيفه قويه ما شاء الله يعني لها صداها. في اغاني معينه انت بتشوف اني انتشرت في اليمن او خارجها من اكثر الاغاني اللي هي في الدان الحضرمي ولا زالت مستمره حتى الان؟ بالفقيه الله يرحمه كل القريب الدان نشاره ما خلى شيء فيه رحمه الله عليه، يعني تمشى به في كل مكان يعني ما يحتاج توصيف. استاذ عيدروس، بالنسبه للاغنيه الحضرميه، هل كانت الأغنية الحضرمية حاضرة بقوة خارج اليمن وداخلها، أم أنه اللي ساهموا في انتشارها بالخارج كانوا أقوى من اللي نشروها في الداخل؟ اللي في الداخل لهم بصمات لا شك في ذلك، على رأسهم الفنان محمد جمعة خان، هامة فنية وطور للغنى الحضرمية وأدخل عليها الإيقاع الهندي بحكم انتمائه يمكن ناحية والده كان هند أو شيء، وأدخل وطور هذا الشيء، وبدأت بدأ لكن خروج الأغنية الحضرمية إلى المحافل العربية خاصة وانتشارها، البصمة كانت مميزة للمرحوم بكر سالم الفقيه اللي برضو أدخل عليها بعدين الموسيقى والحداثة، حتى الدان من ضمن اللي خرج به لما تي يا رب سالك تخلي سرنا مكتوم، دخلها بعدين في التوزيع الموسيقي يعني حاجة خرجها تحفة تحفة يعني لا توصف بجمالية، وطبعا نشرها بحكم تنقله من الخليج جزيرة إلى لبنان فترة ما أول ما خرج من عدن، وبدأت الانتشار بعدين لحق به من كان من الفنانين اللي كانوا متواجدين أو من ضمن اليمنيين اللي كانوا يقيمون خارج اليمن سواء في الجزيرة في الخليج أو في شرق آسيا هكذا، أخذوا كلهم وانتشر الفن اليمني كله بطريقة هذه. المغترب اليمني كان له الدور الأساسي في نقله وخروجه وأظهاره وتطويره بعدين فيما بعد. طيب بالنسبة لمحمد جمعة خان كان أنه في ألحان يدخلها هنا أو تأثر بالهند، نعم في هنا ألحان معينة أو أغاني معينة كانت متأثرة بهذا اللون الهندي تذكر يا صالح؟
انا يعيبنا في محمدي مع الاغاني اللي الدان اللي شلها عيبتنا اذكر الحان نحن ذكرتنا ما ذكرت محمدي معها تسمع لها شيء ذا فاس الخرعوب هين بيها يام من لحظ عيني خلانا امشي هايم عد الليالي دقاجق ما انام مهنا لذيذ النوم ساهر متيام قفاح الوشام لعمد الرجان ذا فصل خرعوب هين بيها يام من لحظ عيني خلانا امشي هايم عد الليالي دقايق ما انام من لذيذ النوم ساهر متيام قفاح الوشام لعمد الرجان بالليل نسهر وخلق الله انيام نحرس ميوحه فوق الوقاناجم يوم إلا ما نظرته مثل عام بس باهر ذا يوم والشوم واللوم خلوا للألام ليل غصن البان بالليل نسهر وخلق الله عنيام نحرس ميوحه فوق الوقا نايم يومين لما نظرته مثل عام بس باهر ضيوم والشوم واللوم خلوا للأنام ليل غصن البان هذا محمد مع عبدها قديمة سمعت عيبتنا نعم روعة وفعلا السهر بصوتك خلى شكلا ثاني يعني طيب استاذ عيدروس بالنسبه لاغنيه يا رب خلي سرنا مكتوم اللي غناها الفنان الكبير نعم. ابو بكر السالم كانت من التراث الحضرمي ام انه اضاف لها كلمات ام كانت الكلمات حقها من الشاعر وكذلك سرعه الايقاعات فيها رايك فيها انت كعازف هنا أنا أول مش عازف بس أنا قصدي الكلام هو دان المرحوم العميد دان حداد بن حسن وكان في جلسة دان عادية بنفس أيوه. الطريقة هذه أيوه. أخذها أبو بكر وغناها بالعود أولا بعدها أدخل عليها الموسيقى والتوزيع الموسيقي والآلات والإيقاعات الأخرى أيوه. وخرجها في هذا اللون بالنسبة لتغيير الكلام طبعا أبو بكر كان يعني حتى من قبل المرحوم حسين المحضار كان مخول له بأنه يغير في الكلمات مما يتناسب للفهم خارج الحضرموت يعني في بعض الكلمات من بالعامية الحضرمية العامية قد لا تفهم حتى داخل اليمن في مناطق محافظات اليمن داخل ما يفهمونها فأبو بكر لما خرج بالأغنية لخارج اليمن يغير كلمة بغيرها تناسب مع ايش؟ مع الفهم المستمع المتلقي يعني الكلام المتلقي ايوه اللهجة البيضاء المفهومة ايوه المفهومة بما لا يخل بالمعنى او بالوزن طبعا طيب بما انه مش عازف يعني ايش رايك انت في العزف في ايقاعها؟
طبعا هو مو قلت لها متخصصين بالنسبه للموسيقى. انت كمستمع؟ انا كمستمع طبعا شيء يطربك وتفتخر به، وهذا يعني مش كلامي، وانا دليل كلامي هو الصدى، صداها في الخارج وكيف تناقلوها الناس وتاثروا بها. اذا نسمعها ان شاء الله مع بعض. يا دليل ندني دني يا دليل، إيه دني دليل لدني دان، يا دليل لدني دان، يا دنيل يا دان دانيل يا للي دانيل لداني داني داني دان. يا رب السلام تخلي سرنا مكتوم، قال الفتى قال بالليل سمع عنقاب، ونحت العصر بالأنغام، يا غارة الله حش في صوتها رقاب اللحن تشذج، وبنغمها خال ليت العاشق مسا مجنون، ما لوم هلال هوا في العشق يتمرون، وبنغمها خال ليت العاشق مسا مجنون. يا رب السلام تخلي سرنا مكنون. هذاك الرئيس يحب. روعة روعة ما شاء الله، صوتك قوي وفعلا يشد الـ الـ الإنسان أنه يستمع لك. شفتي شفتي الاختلاف الان، الاختلاف شفتي أيوة. في سرعه الايقاع وفي الدان العادي رتابت يعني أيوة. بحيث انه في له زي مواقع يعني يوقف فيها المغني هكذا عشان يدخل للمقطع الثاني، بعكس الاغنيه لما يسردها هكذا يعني بالسرعة الإيقاع، لأنه يلتزم بإيقاع هنا، لكن هنا إيقاعه هو نفسه، هو إيقاع نفسه يعني الدندنة هذه اللي ما يشيلها يا داني داني هكذا في محطات يعني بالنسبة له. عرفتي؟ هنا في الاختلاف على سؤالك يعني السابق. وكمان حلو التنوع، مثلا أبو بكر سالم جابها بألحان كمان هنا تعتبر من مقاربة للحديثة، وكمان تجذب شريحة معينة. كمان الأستاذ صالح اللون اللي غنى طربي، يحب واحد مثلا أنه يسمع كذا بهدوء، يكون في تأمل أكثر يعني. أيوة. فاللونين بنفس يعني بالإيقاعين المختلفين يعني هم يشدوا كمان. أيوة، هو من منبع واحد لكن يختلف بعدين في الالقاء، في التعاطي مع الجو اللي انت عايشه يعني. اي هنا يتعاطى جلسة الدان هكذا فيه رتابة، في المسرح في الأغنية لها صورة أخرى ولها سرعة ثانية وإيقاعات أخرى وبتوزيع يدخل بعدين وعمل لها. هذا جانب الموسيقى أنا ما أدخل فيه ولا لي. طيب المشاركات اللي شاركت فيها أو شاركت فيها، نقول هنا أنت في الجانب الفرقة نعم، فرقة الغناء، فرقة الغناء الدان الحضرمي بتريم لها مشاركات. أولا
على المستوى المحلي مستوى اليمن في مهرجان البلد السياحي في المكلا، هو يكون الآن بالمناسبة يكون في شهر في 15 يوليو، لنا حوالي 6 مشاركات، لنا مشاركات في مهرجان صيف صنعاء، مشاركتين في مهرجان الدان الأول والثاني أقامته وزارة الثقافة بصنعاء، مشاركات على مستوى القنوات التلفزيونية طبعا لنا حضور فيها الإذاعية كذلك. أيوه. على المستوى المحلي. بالنسبة للخارج لنا مشاركة في مهرجان ثقافي أسبوع اليمني الثقافي في المملكة العربية السعودية، ومشاركة لنا أيضا في دولة قطر، وكثير منكم أحضرني هذا. والآن المشاركات الأخيرة نحن نقوم بها في إطار. أمس كنتم مشاركين في الأبراج. نعم أمس هذه طبعا مشاركة مميزة، نحن نقول إن شاء الله لما تصل إلى دار الأوبرا المصرية يعني. هذه جاءت في إطار تحضير وزارة الثقافة للمشروع على إدراج الدان الحضرمي ضمن الموروث العالمي البشري الغير مادي. نعم. تابع ليونسكو. طبعا سابقا في 2003 و4 أدرجت الأغنية الصناعية، والآن السعي هو للإدراج الدان الحضرمي ضمن هذه وخروجه للعالمية نقول إن شاء الله. وطبعا هذا الشيء يسهم في انتشاره، والأهم من انتشاره هو منتشر أصلا، لكن الأهم من ذلك هو توثيقه والبحث عن مكامنه والبحث عن ما خفيه منه، وكمان اهتمام يعني ماضي وحاضر مستقبل يعني. هذا طبعا بدأت الوزارة هذا في مايو أعتقد أو في أبريل في بندوة في سيهون هناك، وقيمت حضر فيها عدد من الباحثين اليمنيين من حضرموت وشاركنا فيها برضه. وأمس لنا إعلان من تاريخ 6/7 بدأت الندوة الثانية هنا بحضور ما يقارب 8 أو 9 باحثين أجانب كلهم طبعا، يعني مش أجانب قصدي، 2 منهم أجانب والبقية طبعا من دول عربية مختلفة من الجزائر من مصر من. التجربة بالنسبة للدول العربية مش جديدة طبعا على الدان الحضرمي. أذكر كنا نسمع راغب علامة مثلا غنى أغنية تقريبا يا عواد، وكمان غنى أغاني أيضا يا بنات المكلا تقريبا، الأغاني هذه اللي أذكرها سر حبي كمان كرام يا عواد اللي غنتها أسماء المنور وكرامة مرسال. نعم كثير من الفنانين، حتى وردة الجزائرية غنت. حتى وردة الجزائرية غنت الأغنية الحضرمية مع أبو بكر سالم. نعم. إذا نسمع أسماء المنور وكرامة طبعا الأغنية الرائعة للثلاثي الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقي والفنان الكبير أيضا كرامة مرسال رحمة الله عليهما، وتحية للفنانة أسماء المنور وكذلك زيارتها اليمن، كانت معجبة جدا باليمن وتحدثت عنها بكل خير. أستاذ صالح، كنت أنت تطرب بهذه الأغنية في دندنة، كنت تدندنها لكن بأسلوب مختلف. إن شاء الله إن شاء الله. يا دان داني دان داني يا دان داني دان داني يدان الدان يدان الدان يدان الدان يدان يدان الدان يدان الدان يدان الدان يدان الدان يدان يهدان يهدان
قاني دان دان يا دان داني دان داني دان يا دان قال الفتاح نبات غزل في ضب مرحوم القبالي اهو يفتر فتان وين اقبل وين ادبار فتنة خلقها الله سلام عقلي وخل للقلب من حيث علي مال فتنة خلقها الله سلام عقلي وخل للقلب من حيث علي مال هذا الصوت هو اللحن اللي غنى به ابو بكر الان. طبعا هذا اللي غناه ابو صالح صالح هو للشاعر حداد بن حسن الكاف اللي غناه المرحوم ابو بكر والمرحوم كرام المرسال والاستاذ الفنان القدير اسماء المنور. هو الكلام لمن؟ لابو بكر على قرار اللحن. هذا هو اللي الاصل. هذا طبعا كان اللقاء هو اللقاء الاخير اللي جمع بين المرحومين ابو بكر سالم وكرم رسالنا مرسال. وحتى تذكر في لقائهم كان غنى ابو كرامه، تذكرها الاغنيه صحيح؟ اغنيه للمرحوم الشاعر المرحوم حسين ابو بكر محضار، شاعر هذا يعني الموهبه اللي لم ولن تتكرر حقيقه. هم كان طبعا في القاهم هم فعلا كانوا يعني هو شكل ثنائي مع ابو بكر محضار وهذا. فكان لما غنى كرامه غنى الاغنيه حق اسمه للشاعر حسين محضار، فوجئنا واذا ابو بكر يبكي من تذكر المحضار وجلسات وحسين المحضار وهكذا. هذه كانت في المكلا نعم فعلا. ايوه. كلهم يعني سفراء كرام مرسال كذلك الله يرحمه. نعم. الفنانين العمالقه. عمالقه الفن اليمني نعم او زي المرحومين ابو بكر سالم كرم مرسال. ايضا موجود تقريبا الدكتور عبد الرب ادريس. دكتور عبد الرب ادريس. نعم. هذا عبد الرحمن الحداد علي العطاس. هؤلاء غنوا الاغنيه الحضرميه. برايك الان احنا محتاجين لفنانين زي هذا الفنانين في الجيل هذا الموجود، ام انه هذا خلاص يعني جيل اخذ الدان الحضرمي وغنى الدان الحضرمي، واحنا بنشوف الان الساحه الفنيه بالاخص الدان الحضرمي خاليه الان من الهامات الفنية الحقيقية اللي تغني الدان الحضرمي؟ لا الحمد لله. أنا أقول تريم ولادة وحضرموت ولادة بالمواهب ولا زالت موجودة، ولكن يمكن لا ما حصلت الفرصة لكي للظهور وإبراز مواهبها وقدراتها. هي مسألة يمكن آسف إذا حمت الإعلام يعني جانب جانب يمكن لا أقول كل المسؤولية ولكن جزء من المسؤولية، لأنه الإعلام هو مرآة البلد. أيوه. وإذا ما نبش الإعلام وبحث عن المواهب بحث عن الموروث بحث عن التراث، فننتظر من يعني يأتي. إحنا نتمنى إن شاء الله نخرج من هذه الأزمة الفترة هذه بسلام وامن وسلام اليمن ان شاء الله، وتعود الى سابق عهدها وتصدرها للمحافل العربيه والدوليه بالفنون والتراث. اليمن غنيه. صحيح. اليمن لا زالت في يعني لو تجيني الى حضرموت التراث والرقصات شعبيه اسمه مهن حرفيه
اشياء اشياء انشاد يعني كثير يبغى يعني هي من يبحث عنها يظهرها لا شك بيكون لها موقع بيكون لها ظهور بيكون لها اثر وتاثير وابراز اليمن كامل للخارج. صحيح. لما تستحقه يعني. صحيح. زي الفنانان الكبيران ابو بكر والله يرحمه والفنان ايضا كريم مرسال تعددت وتنوعت الاغاني اللي قدموها ما بين العاطفي وكذلك الوطني، غنوا اغاني وطنيه، غنوا على الغربه، كان هناك حتى في اغانيهم استحضار لليمن برغم مثلا ابتعادهم او سفرهم. اعظم 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 اداء وقدمه بكر من يشبهك من؟ من يشبهك من؟ انت الحضاره، انت المناره، انت الاصل والفصل، انت الروح والفن، من يشبهك من؟ يا يمن. فهذه يعني كانت لها صدى واثر يعني خرجت يعني يمكن لا ابالغ اذا قلت تسالت اي يمني أي. يعرفها ويحفظها ويمكن يغنيها لك. كذلك هو مرسال كان له حضور كبير في الخليج، حضور كثير وتاثير. فاغنيه متيم، متيم في الهواء يروي حكاية حب منسية أو شيء نعم مغاوية، يعني أي زيارة يصلي إلى الكويت إلى البحرين إلى الإمارات أول ما يطلبون أول يوم رسالة هذه الافتتاحية حقهم. أيوة. وتغنوا بها كثير من الفنانين الخليجيين وكثير الدكتور عبد الرب إدريس برضه لا نغفل عن ذكره، تطور الأغنية وقدمها بما يليق بها. وحتى في الجانب الموسيقي طبعا عنده دكتوراه في الجانب هذا، دكتوراه في الجانب الموسيقي كثير كثير يعني. اسف يعني لو غفلنا احد او لا ياخذ في خاطره علينا يعني بالحضرميه لا يزعل مننا يعني. لا ما بيزعلش اكيد. استاذ صالح، بالنسبه للاغاني الوطنيه وانت الان نقول خارج عن حضرموت خارج اليمن، في هناك اغنيه وانت في الغربه تدندن فيها عن اليمن؟ حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن، حبي لها أمي سقتني إياه في وسط اللبن. بس الصوت عايز اليوم شوية كذا. معليش هي الكرامة مرسال. حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن، حبي لها أمي سقتني في وسط اللبن، إن غبت عنها ليلها حنيت، وإن وعدتني بالوعود وفيت، والظاهر إن الحب شي ما له ثمن. لا لا ويا لا لا ويا لا لا ويا لا لا من قال محبوبتك من قلت اليمن. طبعا سمعنا الكلمات الأمانة فعلا يعني تحس ان واحد انه يشتي يطير لليمن مؤثرة يعني. نعم مؤثرة. أستاذ عيدروس، بالنسبة للفنانين زي هذا الألهامة تغنوا للوطن للوحدة اليمنية، تجسست كل أغانية ومعانيها في أنه يتكلموا عن اليمن وعن وحدتها وعن أرضها وأصالتها. طيب الأغاني هنا هل هي تعتبر جزء من الهوية وزرعها أيضا بين الأجيال؟ طبعا طبعا. المغترب الحضرمي اليمني لما خرج إلى خارج إيش نقله؟ نقل ثقافته، وقبلها نقل دينه وإسلامه وترافق معه، نقل هذه الثقافة. إذن عرف الحضرمي بإيش؟ بثقافته. إيش ثقافته؟ أدب، أغاني، إنشاده، هذا كله هو مظهر. هو مظهر لليمن. وانا اقول الاغنيه الحضرميه لو كان لو
لو ما كان لها هذا الأثر والتأثير كان ما خرجت ولا وصلت إلى هذه المحافل. لذلك نحن في الندوة اللي كنا فيها قبل أمس عن إيش أهمية إدراج الدان ضمن هذا الموروث العالمي والتراث العالمي ويكون برعاية تحت رعاية منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة. كثير من المكاسب اللي يكسبها الدان والأغنية الحضرمية بشكل عام مثل ما هي الأغنية الصناعية، أولا توثيقها، الحفاظ عليها. إحنا كثير من تراثنا، كثير من موروثنا سلب. ليش؟ لأنه ما وجد من يدافع عنه، من يحاسب من يأخذه. أخذت الألحان ونسبت إلى 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 غير اليمنيين ولا غير الحضارة ولا غير اليمن كاملة. يعني لحن معروف عمل عليه كلام وخرجه بأنه لحنه وكلامه وهكذا. فحقوق المثقف وحقوق الشاعر وحقوق الملحن للأسف يعني لا زالت إلى الآن لم يجد الشاعر من يدافع عن حقوقه عن هويته. يعني زي مثلا يقول الشاعر هذه بنات أفكاري، القصيدة اللي أخرجها هذه بنات أفكاري، أنا يعني أعصر أفكاري كامل فيها. فيأتي بواحد يأخذها في لحظة عمل عليها موسيقى ويش وخلاص 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 ونسبها له. أنا طيب طبعا الآن شاعر ما عندي إمكانيات حتى نوصل إلى، لكن من هنا دور الدولة، دور الثقافة، الجهات المختصة، صحيح الجهات المختصة اللي تدافع عن حقوق الله. وهو حق مجرد ما يخرج منه يعتبر حق لليمن كامل، حق لبلده تراثه. حتى عندنا نحن لما يجي يقول لك هذا إيش اللحن، يقول لك هذا لحن من التراث. من فين جاء التراث؟ أكيد جاء من 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 سبقونا. صحيح. فهنا يعني الخطوة المهمة والمكسب الأهم اللي نحن نسعى له، وإن شاء الله نتوفق في تقديم مشروع هذا. طب أستاذ عيدروس، أنت كشاعر، نعم، ما فيش قصيدة أنه أعطيتها لفنان تم تلحينها غنيت لك؟ كثير كثير معي الأغاني. طيب منها علامك يا منى قلبي علامك، تغير كل شيء حتى كلامك، وذاك الود اللي كان صار اليوم تانيب، قنع يا قلب باللي قد كتب لك وارضى بالنصيب. هذا النص لحنه الشاعر الملحن الفنان القدير موهوب، واللي لا زال ما حصل حقه في الظهور، ولا في الأستاذ أحيي من هنا الأستاذ حسن صالح بحشوان، عمل له لحن وغناه وغنوه بعده كثير. طيب. معي نص أخير أنا كتبته قريبا هنا، أقول فيه: أنت بس وحدك ولا غيرك حياتي، أنت بس دنياي، أنت أمنياتي، أنت دون الناس لي ماضي وآتي، أنت عشقي والجنون، كيف من دونك أكون؟ الله حلو. هكذا إن شاء الله في طريقها للتلحين وتخرج للمستمع. إن شاء الله، وإحنا إن شاء الله تكون في استضافة هنا، وكمان تددنوها هنا في البرنامج. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة لك أستاذ صالح، في أغاني أو فنانين كثير غنوا الأغنية الحضرمية، منهم عبد الله الرويشي مؤخرا حسين الجسمي، غنوها خارج اليمن. أنت مع أنه الفنانين العربي غنوا الدان الحضرمي ولو اختلفت اللكنة ولو تم إضافة ألحان، مع حق طبعا إعادة هنا الحق الأدبي إلى التراث اليمني؟ كيف يعني؟ يعني أنت مع أنه الفنان الفن الحضرمي أو الغناء الحضرمي يغنى على ألسن أو يغنوا فنانين غير يمنيين؟ طبعا هم غنوا وايدين اللي أنقذوا صراحه، لكن الركن الرسمي حقه حيث ما حد تعدها عادة. أيوه، نفس اللهجة القديمة موجودة، بحيث أنه التغني به هذا ما هي مشكلة، هذا ممكن شرف، نفتخر بتراثنا لما شرف فخر لهذا المغني، لكن مع أنه احتفاظ بالحق الأصالة. أيوه. مكانه الحق.
الحق الفكري وحق اللي اسمه الأدبي. الأدبي للملحن والشاعر وكذا. أما طبعا الزين كله نشله أصلا، الزين كله نشله، ما حد أنت ما تقول لحد لا تشيل شيء. أكيد صحيح. أيوه. وهذا كمان للفنان حسين الجسمي يغني. أيوه. حبي لها طبعا أغنية حضرمية معروفة. نعم، مقتطف أو مقطع بسيط تابعنا مشاهدينا الكرام منتجات أو نموذج من هذه المنتجات معي الأستاذة سحر الشعبي مدير العلاقات لأنصار البيئة. صباح الخير أستاذة سحر. نعم أسعد الله صباحك. نعم كلمينا أستاذة سحر عن هذه المشاركة المجتمعية والهدف منها ومن هم الذين تم استهدافهم؟ طبعا مشروع خدمات الرعاية المجتمعية في الجودة للأطفال المعرضين للمخاطر في ثمان محافظات. أيوه. هذا المشروع كان في البداية هو عبارة عن تصحيح الحمص نعم للأسف الصوت مش واضح أستاذة سحر. نعتذر مشاهدينا الكرام عن رداءة الصوت من المصدر، وإن شاء الله بنتواصل مع الأستاذة سحر في حلقات قادمة. إذن أعود لك أستاذ عيدروس، أنت راضي الآن عن الدان الحضرمي ما وصل إليه في هذه السنوات، أم أنه أنت حسيت في تراجع كبير في وجود الدان الحضرمي وانتشاره سواء في الداخل أو الخارج؟ المسألة مش مسألة رضا من الدان الحضرمي، يعني هو يعني هو مش الرضا عن الدان، الرضا عن الانتشار الجهود. نعم. عن هذا مقارنة بما بالماضي صحيح. الحمد لله فيها في الفترة هذه في خدم النشاط هذا اللي تقوم بوزارة الثقافة طبعا، وهنا أجدها فرصة مناسبة نشكر معالي الوزير على ما قام بهم في هذا المشروع، عمل جبار يعني، كان كنا ننتظره من 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 فترات سابقة، ولكن الحمد لله أنها جاءت الآن هذه الفرصة. كذلك الشكر موصول لكل الأخوان الذين يعملون في هذا المجال، معنا تا معانا وكيل محافظة حضرموت شؤون الهضبة دكتور سيد العمودي، معانا دكتور معانا الأستاذ أحمد بن دويس برضو من مدير عام مكتب الثقافة بالوادي والصحراء، طبعا كان يعملون يسمون خلية نحل في فترة الماضية هذه كلها، جهود جبارة بذلت، وإن شاء الله القادم أجمل، نحن أملنا كبير في القادم أجمل، دائما الواحد يكون عنده أمل ولكن يترافق معه الطموح للأكثر للأجمل إن شاء الله. أستاذ صالح، يعني بالنسبة لوجود الدان الحضرمي وأيضا أنت من نقول أبناء حضرموت وممثل أيضا للدان الحضرمي، هل أنت راضي عن ما تقوم بغنائه وإيصاله للناس؟ أيوة راضي بكل شيء بوقته اللي قال أبو صبر الله يرحمه، كل شيء وقته زين. نعم ممكن طيب في ختام الحلقة تسمعنا كذا مقطوعة بسيطة؟ لو تسمع بدأنا نحن في الحديث في الحلقة وذكرنا الشاعر المرحوم الجميل الله يرحمه عبد القادر الكاف، الله يرحمه، شاعر الأغنية المميزة غنوا له كثير داخل اليمن وخارجه. لو نختم بشيء من كلامه وفعل الله عبد القادر الله يرحمه، ما هو سوى يا زين عذبتنا، ما هو سوى الشوق في قلبي وفي الشوق في قلبي وفي عينيك آيات الهوى، كل ما نظرت في عيونك كل ما نظرت في عيونك نظرت
ارتجف قلبي رجيف. ارتجف قلبي رجيف. في البحر غارق. في البحر غارق. يا لطيف دركا يا الخليل. كل ما نظرت في عيون. لو كنت ما تعرف وصول. الحب أنا بعلمك. الحب أنا بعلمك. برويك من نهره ومن حبه. برويك من نهره ومن حلو الثمر بطعمك. لو جيت بتزهر زهور الحب. لكن هذا يا حبيب القلب وابن آدم ضعيف. في البحر غارق يا لطيف دركا يا الخليف. طبعا نختم بشيء قديم. طيب يا الله اطلبك ليتجمع عبادك لو امره عود العصر اللي عدى على اهل السلامر نسم الحبل شوف الحبل يا ربي في زراب لا تخلي على بدك يبطي الحبل مزرور لا تخلي على بدك يبطي الحبل مزرور يا الله يطلبك ليتجمع عبادك لو امر الرب عود العصر اللي عدى على اهل السلامر نسم الحبل شوف الحبل يا ربي في زراب لا تخلي على عبادك يبطي الحبل مزرور. سلامتكم. الله يسلمك. الإبداع ما شاء الله عليك وهذا الصوت الحلو والدان الحضرمي. شكرا جزيلا لك الشاعر ورئيس فرقة غنى للدان الحضرمي بتريم الأستاذ عيدروس العيدروس وطبعا الأستاذ والدكتور طبعا هنا المعلومة اللي عرفتها أنه الدكتور عيدروس العيدروس هو طبعا طبيب تخدير ولو نعم فني تخدير نعم ولو أنه بعيد عن الجانب الفني كنا سعيدين بوجودك معنا. أشكر أيضا الشاعر والفنان أيضا في أدان الحضرمي الأستاذ صالح كرامة بكر. شكرا جزيلا لك أستاذ صالح. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. جمال الألوان الغنائية اليمنية متعدد وزاخر وثري ولا ينضب. مشاهدينا الكرام نحن كأبناء اليمن شربنا من نبع الأغاني اليمنية سواء كانت الصنعانية أو الحضرمية أو اللحجية أو اليافعية وجميع الألوان لا يذكرني إلا هنا جميعها لكننا تشربنا من الألوان كما تشربنا من الثقافة الشاسعة البون لليمن
بألوانها الزاخرة، كما هي اختلاف سهولها وجبالها وديانها، كما هي اختلاف فنها المعماري الزاخر، كما هو اختلاف وتنوع أيضا جوها الرائع. إذن مشاهدينا الكرام، لا زالت اليمن ولادة بألحانها، بأبنائها، بسفرائها في كل المجالات لإيصال طبعا الألحان والأغاني. على سبيل الحصر في هذه الحلقة، بما أننا نتكلم عن الدان الحضرمي، إذن مشاهدينا الكرام، لازالت الكلمة اليمنية واللحن اليمني هي نقول الانطلاقة الحقيقية عبر إدراج إن شاء الله الدان الحضرمي قريبا كتراث إنساني عالمي، نتيجة وجوده أيضا في انتشاره في كل مكان، وأيضا لأنه فن عريق وعميق ومتعدد الألوان. إذا مشاهدينا الكرام، وصلت إلى ختام حلقتي لهذا اليوم. من يشبهك يا يمن بألوانك وسهولك وجبالك وألحانك أيضا؟